نشرة مفصلة للأخبار والبداية مع العناوين. قصف مدفعي عند الحدود العراقية السورية غداة عدوان أمريكي وتجدد الدعوات إلى إخراج القوات الأمريكية من البلاد. I am officially declaring a national emergency. ترامب يعلن حالة الطوارئ القومية لمواجهة فيروس كورونا. هذه حرب. اتبعوا حالك بحال حرب. السيد نصر الله يدعو اللبنانيين إلى الالتزام الكامل بالتدابير لمواجهة كورونا ويؤكد الدور الأساسي للمصارف في دعم القطاع الصحي. منظمة الصحة العالمية تعلن أوروبا بؤرة جديدة للوباء وتشيد باستراتيجيات إيران للسيطرة عليه. قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تحشد في مطار عدن رفضا لتسليمه إلى القوات الموالية للسعودية. أهلا بكم، نبدأ النشرة من العراق حيث أفاد مراسلنا قبل قليل بقصف مدفعي في محيط الحدود العراقية السورية يرجح أنه أمريكي وسط تحليق مكثف للطائرات، ويأتي ذلك غداة العدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية في محافظتي كربلاء وبابل. ومعنا من بغداد مدير مكتب الميادين عبد الله بدران. مرحبا بك عبد الله، لو تطلعنا على آخر المستجدات الميدانية. نعم محمد، طبعا طيران للجانب الأمريكي، طيران حربي في مناطق جرف الصخر، في سماء جرف الصخر وفي المسيب والإسكندرية. طبعا هو يقع جنوب العاصمة العراقية بغداد، وسماء تلك المنطقة شهدت العدوان الذي عاشه العراق والذي نفذه الجانب الأمريكي والبريطاني وفق المعلومات. طبعا الطيران أيضا كان في محيط الحدود العراقية السورية. فقط المؤكد أن هناك قصف مدفعي يتوقع أنه في العمق السوري في الشريط المحاذي للحدود العراقية السورية. طبعا هناك تحليق في سماء القائم وفي محافظة الأنبار عموما باتجاه قاعدة عين الأسد، لكن القصف المدفعي كما تفيد مصادر الميادين الميدانية هو في العمق السوري، ويتوقع هو في المواقع التي تحاذي الشريط الحدودي العراقي. الطيران في جرف الصخر مستمر، هناك حالة من الانذار تعيشها القوات المتواجدة في تلك المنطقة طبعا، وهذا هو ما قبل العدوان الذي نفذ اليوم في مناطق جرف الصخر وكذلك عند الحدود في محافظة كربلاء. لكن حتى هذه اللحظة طبعا لافت أن ذلك لا زال يحوم محمد في سماء قطاعات اتباع الجيش العراقي الى الجنوب من بغداد، وهذا ايضا ما تركز عليه الاستخبارات العسكريه العراقيه وتحاول ان تقدر الموقف. لما هذا التركيز على ان تحوم طائرات التحالف الامريكي في سماء قطاعات الجيش العراقي في تلك المنطقه؟ قبل قليل صدر موقف من قبل لجنه الامن والدفاع النيابيه حول العدوان الذي قد نفذ محمد، وكانت هي دعوة من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية برئاسة رئيسها محمد الحيدر لأن يكون هناك موقف سريع وباتخاذ موقف حكومي حازم وسريع لتنفيذ قرار مجلس النواب العراقي لإخراج القوات الأمريكية من العراق. هذا ما كنت أود الإشارة إليه عبد الله، في أي إطار هذه العمليات، عمليات الاحتلال الأمريكي بحسب ردود الفعل العراقية الرسمية وحتى الشعبية والحزبية، اعتداء على السيادة العراقية، في أي إطار تضع بغداد هذه الاعتداءات الأمريكية؟ طبعا بغداد تضع هذا في سياق العدوان، وهذا ثابت من موقف الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الخارجية العراقية. وزارة الخارجية العراقية كانت قد قررت ونفذت، وبالفعل هذا ما حصل، واستدعت السفير الأمريكي والسفير البريطاني. بالنسبة للمعلومات المؤكدة فإن السفير الأمريكي قد سلم مذكرة احتجاج على قصف مواقع للجيش وللشرطة ولقوات الحشد الشعبي، وهذا هو موقف وزارة الخارجية العراقية التي أعلنت في بيان موسع. بالمناسبة وهناك أكثر من موقف صدر من الخارجية العراقية محمد بهذا الخصوص، كان آخرها الموقف الذي أعلن فيه عن استدعاء السفير ماثيو كيلر وتسليم مذكرة الاحتجاج.
وطبعا الموقف الذي سلم للسفير هو أن هذه القوات قد أقدمت على قصف مواقع عسكرية وأقدمت على قصف مطار مدني، وبالتالي ذلك يمثل تأزيما للأوضاع الأمنية في العراق، وكذلك يؤثر على التنسيق العراقي والتنسيق ما بين بغداد وواشنطن خصوصا في التحالف. وتم إبلاغ السفير طبعا بالمناسبة مذكرة احتجاج سلمت من قبل وكيل الوزارة عبد الكريم مصطفى، كذلك تأكد أن الخارجية العراقية أعلنت السفير من أن الحكومة العراقية سترفع شكوى لمجلس الأمن وللأمين العام للأمم المتحدة وللدول الأعضاء، ومندوب العراق لدى الأمم المتحدة سيسلم رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام ومجلس الأمن الدولي جراء ما حصل. كذلك طبعا تم إبلاغ السفير البريطاني في بغداد وإطلاع على هذه التطورات وإبلاغه بالإجراءات التي سيتخذها العراق في هذا السياق. بالنسبة للمواقف هي تتراكم طبعا، وذلك جزء من الدعم الذي تقدمه قوى حليفة للحاشد ولبغداد وكذلك القوى السياسية العراقية التي سارعت للاستنكار، لأن ما يعني تقدير الموقف السياسي محمد هو أن ما حصل انتهاك السيادة ونقض للاتفاقية بين الجانبين، واللبس الكبير هو تفسير توجيه ضربة لقوات يدعي الجانب الأمريكي هو يقدم التدريب والاستشارة والإسناد. ذلك لافت في عدة مواقف سياسية على رأسها مثلا تقدير الموقف الذي يفيد إن كانت كتائب حزب الله العراق أو إن كان أي من حليف الكتائب مصنف إرهابي، لما لا تقوم مثلا قوات عراقية بملاحقته على اعتبار أن ذلك مصنف إرهابي، لما لا تقوم بملاحقته كما تتم ملاحقة داعش؟ وبالتالي هنا الازدواجية كما تقدر المواقف السياسية العراقية. محمد عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. هذا وتوالت ردود الفعل على العدوان الأمريكي الأخير على العراق، حيث أدان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هذا العدوان الذي وصفه بالجريمة، مؤكدا أن العراقيين سيردون عليه. اللي عملوه الأمريكان أمس بالليل اجتياح لسيادة العراق خارج أي اتفاقيات، حتى إذا استندوا على اتفاقيات، مين قال أنه هو بيقدر يطلع ويقصف ويدمر؟ أصلا إذا بده يطلع في سماء العراق يحتاج إلى إذن من الحكومة العراقية، تجاوز كل شيء، تعاطى بعنجهية وبعلو وبعتو وأيضا بغضب وبحمق وبعمى، وعادة الحمق والعمى يؤدي إلى الهاوية. الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكي أمس في العراق بالتأكيد بدأت تلاقي الأجوبة المناسبة وستلاقي الأجوبة المناسبة من العراقيين، من الحكومة العراقية، البرلمان العراقي، الشعب العراقي، الأحزاب العراقية، المقاومين العراقيين، هذا الشعب العزيز والشريف والأبي الذي يرفض أن يعيش تحت ذل الاحتلال واستكبار هؤلاء الطغاة والمستبدين والشياطين. وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قال للميادين أن من غير المسموح للأمريكي تصفية حسابات خاصة على الأراضي العراقية، مشددا على أن ذلك ستكون له عواقب وخيمة. نحن نطالب الآن بتوضيح وتفسير بما حصل. هذا الموضوع الحقيقة لا يمكن التغاضي عنه، نريد تفسير واضح، نريد استفسار لما جرى من اعتداء وقتل وإزهاق لأرواح مقاتلين، فتح تحقيق فوري، نحن نريد من أعطاهم هذه الأهداف، كيف حددت هذه الأهداف، من قال إن هناك من قاموا بالاعتداء على مطار التاجي هم نفسهم أو هم الذين يتمركزون في تلك الأماكن. كثير من الأمور والأسئلة الآن قيد التحقيق، و على الجميع أيضا أن يحترم سيادة العراق وأن لا يسمح العراق مسرح لتصفية الحسابات، ولذلك قيادة العمليات المشتركة نددت ببيان شديد اللهجة.
وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت أن العدوان الأمريكي على محافظة بابل أدى إلى استشهاد 3 جنود من الجيش العراقي وشرطيين ومدني. قيادة العمليات قالت أن العدوان يمثل اعتداء على السيادة العراقية، ورأت أن الاعتداء ينتهك الشراكة والتحالف بين القوات العراقية والجهات التي خططت للهجوم ونفذته، مضيفة أن التذرع بأن الهجوم جاء ردا على الهجوم على معسكر التاج ذريعة واهية. ردود فعل كثيرة أثارها العدوان الأمريكي على العراق. سارة الحاف. استنكرت رئاسة الجمهورية العراقية القصف الأجنبي على أراضيها معتبرة إياه انتهاكا للسيادة الوطنية. الرئاسة العراقية رأت أن الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الدولة هي إضعاف ممنهج وخطير لقدراتها وهيبتها، مؤكدة أن هذه اللحظة تستوجب منع تحول العراق إلى ساحة حرب للآخرين والتركيز على استكمال وحماية النصر على الإرهاب. بدوره رأى تحالف الفتح أن العدوان الأمريكي محاولة لخلط الأوراق على الرأي العام الدولي والتعامل مع العراق بطريقة عنجهية خارج سياقات القانون الدولي، مؤكدا أن ذلك ستواجهه الساحة العراقية بالرفض. التحالف وفي بيان له أكد أن العراقيين صف واحد ومشروع للمقاومة والممانعة في مواجهة خطط الاحتواء وعمليات التطويع والترويع. من جهته شدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على ضرورة تجنيب العراق المزيد من التوترات والصراعات والابتلاءات، داعيا إلى ضبط النفس ونشر السلام في ربوع العراق وترك العنف. الأمانة العامة لكتائب سيد الشهداء قالت إن عملية خلط الأوراق التي قامت بها قوات الاحتلال لا تمثل سوى حركة خائبة جديدة لزج العراقيين في خلافات داخلية، محذرة العدو من غضبها لأن الرد سيكون مزلزلا وعنيفا. رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا بدوره القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ القواعد والمؤسسات العسكرية وسيادة العراق، وكذلك بإجراء تحقيق في الاعتداءات على القواعد العسكرية العراقية باستخدام السلاح المنفلت لقطع الطريق أمام أي ردود فعل غير مبررة. أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي فأوضح أن لا شرعية لتواجد القوات الأجنبية داخل البلاد بعد قرار مجلس النواب الأخير، مطالبا الحكومة والخارجية بالتحرك الفوري لإدانة القصف الأمريكي دوليا والمباشرة بإنهاء تواجد المحتل. عضو مجلس النواب عن عصائب أهل الحق نعيم العبودي قال من جهته إن الانتهاك السافر لسيادة العراق يستدعي إسراع الحكومة بإجراءات مغادرة القوات الأجنبية من العراق وتوحيد موقف القوى الوطنية. رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي استنكر بشدة انتهاك سيادة العراق، داعيا إلى اتخاذ موقف نيابي وحكومي حاسم وموحد ضد الانتهاكات الأمريكية المتكررة، فيما دانت إدارة العتبة الحسينية المقدسة ما وصفته بالاعتداء الصارخ الذي لا مبرر له أصلا. بدورها كتلة النهج الوطني استنكرت وأدانت الاعتداء وعدته انتهاكا للسيادة العراقية، محذرة من اتساع الأثار وامتدادها للمستوى الذي ينذر بإرباك أمن العراق والمنطقة. عضو المكتب السياسي لحركة النجباء في راس الياسر قال أن الهجوم على التاج هو مفخرة، ودعا الحكومة العراقية إلى حسم مسألة الوجود الأمريكي. وفي مقابلة مع الميادين أكد أنه إذا عاندت الولايات المتحدة وبقيت في العراق فهي ستخرج تحت ضربات أبناء المقاومة. حتى الاستهداف الذي وقع على معسكر التاجي كان من المفترض أن تتبناه جهة معينة، لأننا نعتقد أن هذا الاستهداف هو شرف ومفخرة تاريخية أن يتم استهداف القوات الأمريكية المحتلة في العراق، ولكن نؤكد على ضرورة أن تتبناه الجهة المعنية. أعتقد أن الأمر لم يعد محصور فقط في دائرة فصائل المقاومة، وهذا ما يراد له أن يسوق من خلال الإعلام المعادي، أن فقط الاستعداء للتواجد الأمريكي يتم من قبل فصائل المقاومة. لا، نقول أن الإرادة الشعبية العراقية واسعة، سبق وأن رفضت التواجد البريطاني في عام 1921 وأيضا في ثورة العشرين، وأيضا اليوم ترفض الإرادة الشعبية الجماهيرية العراقية لهذا التواجد. أعتقد نحن اليوم في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، نوجه الرسائل إلى الحكومة العراقية أن تحسم هذا التواجد، ليس لدينا خيار سوى إجلاء هذه القوات من العراق.
الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني قال إن من يهمه العراق ومصلحة شعبه عليه أن يصدر مواقف مستنكرة بشأن الاعتداء الأمريكي. الكلداني وفي اتصال مع الميادين أشار إلى أن الأطراف العراقيين الذين لم يستنكروا الاعتداء هم أطراف يثيرون الشكوك بشأن حقيقة توجهاتهم. حين تتحول السفارة الأمريكية إلى مقاتلين وإلى دبابات وإلى سلاح ثقيل، إذن هذه لم تسوى بعثة دبلوماسية، تسمى قاعدة عسكرية. نحن اليوم أمام موقف تاريخي وأمام تجربة. إذا نسكت على هذه الإهانة والإساءة من قبل إدارة ترامب، ويتم استهداف مطار مدني، ويتم استهداف قوات من الحشد وقوات من الجيش والشرطة، أعتقد سوف يكون خطر لجميع المناطق من شركائنا السياسيين من قبل إدارة ترامب. أي رسائل أمريكية عبر الاستهداف الأخير؟ وما هي خطوات العراق في المقابل؟ تقرير عبدالله بدران. ليس موقفا ولا تصريحا عاديا ذلك الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا حول الإصرار على البقاء في العراق لمراقبة إيران، فمنه يفهم مستوى التحدي الذي يواجهه العراقيون ساسة وشعبا وفصائل. وجد الأمريكيون ضالتهم في الفخ الذي نصبوه للقيادة العراقية وسقطت فيه، وهو الطلب الرسمي المقدم لواشنطن من قبل بغداد، والذي يطلب دعما عسكريا عاجلا لمواجهة داعش في حزيران يونيو 2014. واللافت أن الخطأ كرره السياسي العراقي بالغفلة عن تقييد سمة الدعم وسقفه الزمني وحدوده. وهكذا أكسبت الغفلة والتواكل السياسي العراقي الوجود الأمريكي شرعية كان فاقدا لها. لم تترك واشنطن هذا الوجود من دون توسيع وشمول، ولتدعيم ذلك لعبت السياسة الأمريكية أشواطا على إيقاع التمزق في المشهد السياسي. وكان لابد للأمريكيين من الدفع بالأزمة السياسية التي تلت التظاهرات نحو اللا حل، وبحصر الأزمة في الحيز الشيعي أصبح في الإمكان وبإيماءة أمريكية عرقلة التوافق على مرشح لتولي رئاسة الحكومة متهما بأنه مسمى من حلفاء إيران. والحقيقة أن ساس الشيعة في إدارتهم الملفين السياسي والاقتصادي يمكن تحميلهم جزءا من مسؤولية ما تواجهه الفصائل من عدوان متكرر مستسهل. فالأمريكيون أتقنوا لبس الصورة والدمج بين الحليف السياسي المتلكئ والحليف المقاوم. وبتتبع مسار السلوك الأمريكي منذ العدوان على اللواءين في القائم واستهداف القائدين سليماني والمهندس، يتضح أن الإحباط في الجانب السياسي العراقي قد تحقق، وأن الطريق مفتوحة لشن العدوان واستهداف الفصائل وتحديدا الكتائب، لأنها مصنفة أنها الأقرب أيديولوجيا من طهران. في عدوان الجرف، قرر الأمريكيون إقحام عنصر جديد في لعبة العدوان، هو استهداف مقر الفرق العسكرية العراقية. العدوان الأمريكي مرشح للتكرار، والإصرار واضح على تدمير قدرات الكتائب وحلفائها. ولا بد أن يفهم الجميع أن التصدي للعدوان أو على الأقل منع تكراره يتطلب تنسيقا دقيقا للأدوار بين الكتل السياسية والفصائل لتبني موقف سياسي واحد تجاه الأحداث لا يخفي في قائمته خيارات البنادق. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي قال إن الهدف من الهجوم على العراق هو تدمير قدرات كتائب حزب الله. نحن نقدر أن كل موقع يحتوي مخازن للأسلحة يمثل فرصة لتنفيذ عمليات مميتة ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، ونرى أن تدمير هذه المواقع سيضعف قدرة حزب الله على شن ضربات مستقبلية. الولايات المتحدة دافعت عن نفسها وردت على هجوم مباشر ومتعمد على قاعدة عراقية تستضيف أعضاء من قوات التحالف. هذه الهجمات تهدف إلى منع الهجمات المستقبلية علينا. ماكنزي حذر إيران من أي رد قد يعرض أمن القوات الأمريكية أو شركائها للخطر، مؤكدا أن التهديد من قبل إيران لا يزال عاليا جدا. أعتقد أن التوتر لا يزال مرتفعا جدا. أعتقد أن الخطر لا يزال كبيرا على الساحة، على الرغم من أننا قد نشهد أياما أو فترة زمنية من دون حدوث أي شيء، إلا أننا لا نزال في فترة مخاطر كبيرة.
السناتور الديمقراطي وعضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي كريس ميرفي قال إن سياسة الرئيس دونالد ترامب حيال إيران لم تؤدي إلا إلى تقويتها وإضعاف أمريكا. ميرفي رأى أن القوات الأمريكية في المنطقة في حالة خطر يومي وفي الأغلب من دون حماية، معتبرا أن الأوان آن لتغيير مسار السياسة الراهنة. وأضاف ميرفي أن اغتيال فريق قاسم سليماني كان من المفترض أن يحقق استعادة الردع ضد إيران لكنه لم يفعل، موضحا أن الاعتقاد السائد بأن قتل جنرال إيراني آخر سينهي التصعيد يناقض الوقائع. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي استنكر تحميل واشنطن الآخرين عواقب وجودها غير القانوني في العراق. موسوي شدد على أنه ينبغي على الرئيس الأمريكي إعادة النظر بشكل كامل في وجود قواته في المنطقة، بدلا من اتخاذ إجراءات خطيرة ورمي اتهامات لا أساس لها، ودعاه إلى تجنب نشر فيروس اتهام الآخرين لتبرير التهرب من المسؤولية، كما اعتبر أن هذا السلوك هو محاولة لتبرير الهروب إلى الأمام في مواجهة رد فعل الشعب العراقي على اغتيال القادة. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة النشرة. من جديد أهلا بكم. نستأنف النشرة من آخر التطورات بشأن فيروس كورونا، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ القومية في البلاد لمواجهة انتشار الوباء. وفي كلمة أكد ترامب أن أعلان حالة الطوارئ يتيح توفير 50 مليار دولار للولايات والمقاطعات الأمريكية لمكافحته. أعلن رسميا حالة طوارئ قومية. هذا الإجراء الذي أتخذه سيتيح توفير 50 مليار دولار للولايات والمقاطعات في كفاحنا المشترك لهذا المرض، وفي تعزيز النظام في كل ولاية لإنشاء مراكز عمليات طوارئ فعالة. هدفنا الأسمى هو وقف انتشار الفيروس ومساعدة كل الأمريكيين الذين تأثروا به. هذا الأمر سيمر وسنكون أقوى لمواجهته. ومعنا من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان. مرحبا بك منذر. إذا ماذا يعني أن يعلن ترامب حالة طوارئ قومية، وإلى أي مدى يمثل هذا الإعلان فرصة أو مناسبة لتصحيح خطائه في الخطاب الأول في ملف كورونا تحديدا؟ هي بالفعل محاولة لتصحيح الثغرات والأخطاء لتفادي الانتقادات الكبيرة والواسعة والتي لا تزال قائمة حتى الآن، وخاصة بعد خطابه الأخير الذي لم يقنع الأمريكيين بل زادهم قلقا. إذن هو اضطر بعد أن سبقته العديد من الولايات إلى اتخاذ إجراءات الطوارئ. في الولايات المتحدة تستخدم حالة الطوارئ عادة في أمور كثيرة بسبب الكوارث الطبيعية أو بسبب أن هناك حالة طارئة مع دولة معينة تمارس عليها العقوبات، ولكن أن تكون على مستوى الوطن الشامل أو القوم الشامل هذه مسألة لا تحصل إلا بحالات خاصة، وهنا هذه الحالة بمعنى أنها تسمح للرئيس بأن لا تعطيه الحق بتجاوز كل ما يسمى بالروتين الإداري والإجراءات والضوابط التي موضوعة وتجاوزها، واستخدام أيضا القوى العسكرية للتدخل ونشرها لمساندة الأجهزة المحلية المدنية لضبط الشارع أو ضبط حالة الفوضى أو إلى آخره. ولكن في هذه الحالة طبعا هذه الأزمة تتصاعد وتنتشر، أكثر من 2000 مصاب حتى الآن في الولايات المتحدة، يصل عدد الوفيات إلى حوالي 50 تقريبا، وهناك حالة هلع وقلق، وخاصة أن الموضوع الأساسي كان عدم وجود قدرة على الاختبار المبكر أو القدرة على الاختبار، وبالتالي المواطن الأمريكي لم يعرف ماذا سيفعل. إذن هي محاولة لمسك زمام الأمور ومحاولة إظهار أنه هو الرئيس القادر وأنه يملك الصلاحيات الآن، وهذا يساعد على فكرة طريقته أنه هو يتصرف كملك أو كأمبراطور، وهذا الوضع حالة الطوارئ تمنحه ذلك. إذن هو يعتقد بأن هذا سيساعده،
وأحد الأدلة على محاولة يعني تغيير الوضع النفسي في البلاد هو أنه انضم إليه العدد كبير من الذين يديرون كبريات الشركات التي توزع المواد الغذائية والمواد الحيوية والسلع في الولايات المتحدة، ليظهر للشعب الأمريكي أن هناك تعاون بين الحكومة وبين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل أن يتم سد كل الثغرات التي تتعلق بالسلع الأساسية أو السلع التي والمواد والمعدات المرتبطة بمحاربة الفيروس. إذن كان ملفت أيضا أنه لأول مرة يعترف بأنه ربما سيجري الاختبار على إصابته أم لا، لأنه ترودو مثلا كرئيس أعلن صراحة أنه تحت الحجر الصحي بسبب أن زوجته مصابة. وهنا أنه عندما اجتمع بالوفد البرازيلي وصورة واضحة بأنه كان هناك شخص من ضمن الوفد، وإن كان هناك ملابسات حول أن الرئيس البرازيلي نفسه مصاب أم لا، ولكن بقطع النظر أحد أعضاء الوفد البرازيلي الذي كانوا يعني يجتمعون مع ترامب مصاب، وبالتالي كان عليه أيضا إما أن يختبر الأمر أو أن يجري نوع من الحظر الصحي الطوعي. وهذا يعني المكابرة لدى ترامب وطريقة تصرفه، ولكن ربما سيخضع لهذا الفحص لاحقا. المهم أيضا أن يضاف إلى أن الكونغرس يتحرك أيضا بالتعاون مع الإدارة في ظل هذه الحالة الطوارئ الشاملة لإيجاد أيضا قوانين تسمح بإضافة ما خصص من أموال لأيضا يتعلق في الجانب الطبي أو في أي تعويضات للأفراد الذين سيخسرون رواتبهم، سيضطرون للجلوس في البيت، للذين ليس لديهم ضمانات صحية، لأنه أيضا سيطالب الكونغرس بأن يكون هناك إعفاء من التكلفة لإجراء الاختبارات. أحد الأشياء الهامة التي طرحت أن بالتعاون مع شركة جوجل سيتم وضع موقع إلكتروني سيساعد بعيدا عن المستشفيات، بمعنى أنه لن يكون هناك إمكانية للعدوى في حال زيارة المستشفيات لإجراء الاختبارات، ستتم بمستشفيات نقالة أو يمكن عبر السيارة أن يدخل فيها ويتحرك المواطن. نعم. وعبر هذا الموقع يمكن ترتيب كيفية إجراء هذه الاختبارات، وهذا سيسهل أيضا على المواطن. يبقى أن عدد أجهزة الاختبارات لا تزال ناقصة، وهناك وعد أنه خلال الأسبوع القادم ستصبح بعدد وافي لمحاولة مجابهة هذا الخطر، ومحاولة أيضا احتواء عدم تفشيه وانتشاره، لأن الاختبار هو الأهم في عملية ضبط حالة الانتشار التي تعيش. حالة أمريكا تعيش حالة إغلاق كلي لمرافقها الحيوية، وبالتالي يفترض قبل أن تصبح الحالة خطرة جدا يفترض أن يكون هناك من إجراءات، ولذلك حصلت حالة الطوارئ. منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن، شكرا جزيلا لك. قال الأمين العام لحزب السيد حسن نصر الله أنه في المعركة ضد فيروس كورونا بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكبر كاذب على وجه الكرة الأرضية. وفي كلمة متلفزة قال أن إعلانه الاستعداد لمساعدة إيران هو نوع من النفاق الأمريكي. هلا طلع كمان بمعركة الكورونا أكبر كذاب في الكرة الأرضية هو ترامب، هو الإدارة الأمريكية، وهو نائب الرئيس الأمريكي، وهو الفريق الأمريكي اللي عم بتابع هاي القصة. وبيطلع لك اليوم وزير الخارجية الأمريكي بكل غلاظته وجلافته، وبيجي بيتهم المسؤولين بإيران بأنه عم يكذبوا على الشعب وما عم بيقول الحقيقة، بالوقت المسؤولين بإيران من أول لحظة قالوا الأعداد وعدد الوفيات وعدد الإصابات وعم بيعملوا وعدد الشفاء وبشكل كتير شفاف، والمسؤولين تبعهم. هاي نقطة فخر المسؤولين الإيرانيين. للأسف في ناس بالإعلام الخليجي يعني بيشمتوا، يعني عيب عليكم لما نائب وزير الصحة أو مثل مثلا الأخ الدكتور ولايتي هو ما أصيب لأنه مستشار سماحة السيد القائد، لأنه هو رئيس مستشفى بطهران عم يتصدوا في هذه المعركة.
السيد نصر الله أكد أن الحكومة اللبنانية هي من يدير المعركة مع الفيروس اليوم، وأنه إذا قررت أن الوقت حان لإعلان الطوارئ فتلك مسؤوليتها، وشدد على ضرورة إيجاد خطة بديلة للعائلات الفقيرة التي ستصبح من دون إمكانية عيش مع الإقفال، مشيرا إلى ضرورة أن تكون المصارف هي الأولى في مد يد العون للحكومة اللبنانية والقطاع الصحي. خلال متابعتي بالأيام القليلة الماضية أنا شفت بكثير من دول العالم البنوك والمصارف أعلنت استعدادها للحكومات، لأنه هاي عندها أموال طائلة وودائع، فأعلنوا استعدادهم أنه هن يقدموا دعم، مش يدينوا فوائد عالية يقدموا دعم للحكومات وللقطاع الصحي حتى يقدروا يواجهوا هذا الوباء الجامح والجائح. أنا أدعو المصارف اللبنانية أن تتصرف بهذه المسؤولية أيضا. كلنا نعرف أن ميزانية الدولة وضعها صعب، المصارف لديكم أموال كثيرة وطائلة، وجنيتم منذ 1993 أرباحا هائلة بعشرات المليارات من الدولارات، الآن يجب أن تتحملوا المسؤولية طبعا، وبموقع اختياري، هلأ موقع إجباري إلزام قانوني، هذا صار شغل الحكومة ومجلس النواب. السيد نصر الله قال إن على اللبنانيين أن يتصرفوا مع الوضع الراهن على أنه حالة حرب، داعيا إياهم إلى الالتزام بكل الإجراءات وأبرزها وقف التجمعات بما فيها في الصلاة وفي المساجد، واصفا في الوقت نفسه إثارة الهلع وزرع الوهن في نفوس الناس بالجريمة. اعتبروا حالك بحالة حرب، بحالة الحرب تطلع بتعمل سياحة وبتشم بتتزلج على التلج، وبتروح بتشوي لحم على النهر، بحالة الحرب العالم تعمل إجراءات حرب، اعملوا معروف تصرفوا أن هذه إجراءات حرب. وبالتالي كل هذا النوع من التجمعات، حكينا على المساجد، بدي إجي كمان ضيف الأنشطة الثقافية، الأنشطة الدينية، الأنشطة السياسية، كل هذا تعطيل. نصر الله قال أنه ليس لدى حزب الله مشكلة في لجوء الحكومة اللبنانية إلى أي جهة تريد لمساعدة لبنان أو تقديم المشورة له، شرط ألا تتنافى شروطها مع السيادة اللبنانية والمصالح الوطنية أو أن تطال الشرائح الفقيرة عبر فرض المزيد من الضرائب. أي جهة تريد أن تقدم مساعدة غير مشروطة للبنان، قرض ميسر أو نوع من أي مساعدة، طبعا ضمن الضوابط السياسية المعتمدتها الدولة، يعني نحن ما عندنا مانع بهذا الموضوع. أما إذا هلأ بيجي صندوق النقد الدولي وبدي أقدم مساعدة وأموال للبنان حتى لو حط شروط، ولكن هذه الشروط لا تتنافى لا مع الدستور ولا مع مصالحنا الوطنية، نحن ما عندنا مشكلة بهذا الموضوع. أي حدا بالعالم إذا بيجي بده يقدم مساعدة للبنان بشرط رفع الضريبة على الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، نحن من هلأ ضد. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا باتت البؤرة الجديدة لوباء كورونا، واصفة الأمر بأنه منعطف مأساوي، ودعت الدول إلى التحقق من كل حالة وعزلها وإخضاعها لفحص ومعالجة. وقال مدير المنظمة إن عدد الحالات المسجلة يوميا في أوروبا يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض، معلنا أن المنظمة ستدشن خطة تتيح للأفراد والمنظمات المساعدة في تمويل شراء المستلزمات الطبية وتطوير اللقاحات. أوروبا أصبحت الآن بؤرة الوباء، ويتم الإبلاغ عن حالات أكثر كل يوم حول العالم مما تم الإبلاغ عنه في الصين في ذروة أزمتها، لكن ما يشجعنا أن العديد من البلدان تعمل الآن على الركائز الثماني لخطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية. لدى معظم البلدان الآن خطة وطنية، ويتخذ معظمها نهجا متعدد القطاعات. على صعيد آخر، قالت منظمة الصحة العالمية أن استراتيجيات إيران وأولوياتها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد تتطور في الاتجاه الصحيح. وعقب زيارة لمسؤولين فيها إلى إيران، أكدت المنظمة أنه يجري في طهران تطبيق نهج شامل ومنسق والعمل الجاد في مجال إدارة الحالات والمختبرات. وأضافت أن مسؤولي الصحة والعاملين الصحي
الصحيين في إيران ملتزمون بالسيطرة على هذا الوباء وإنقاذ الأرواح. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري تضافر الجهود لمواجهة كورونا في البلاد، وأشار عقب الاجتماع الأول لمقر الإمام الرضا الصحي لمكافحة فيروس كورونا إلى قرار وطني سيتخذ خلال 24 ساعة للحد من انتقال الفيروس. سنرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا لكل المواطنين الإيرانيين عبر الاتصال الهاتفي والإلكتروني والمراجعة الطبية المباشرة لبعض الحالات، ونعزل المصابين في مراكز صحية مختصة. ستعمل القوات المسلحة إلى جانب وزارة الداخلية لتنظيم الحركة وإخلاء الشوارع والمراكز التجارية والطرق العامة للحد من استمرار انتقال الفيروس ضمن قرار وطني سيتخذ خلال 24 ساعة. نائب وزير الصحة الإيراني إرج حريرتشي قال إن نسبة المصابين في مستشفيات كيلان انخفضت، وخلال جولة له في مستشفى رازي في كيلان بعد تعافيه من الإصابة بالفيروس، أكد أن تعاون المواطنين مع الحكومة سيخفض نسب الإصابات والوفيات مع نهاية شهر آذار مارس. لحسن الحظ انخفضت نسبة المراجعات الطبية في مستشفيات كيلان وتحسنت الأوضاع، لكن هذا لا يعني أن القلق زال بشكل كامل، لذا يجب على الشعب أن يلتزم بتعليمات الرعاية الصحية وبضرورة تقليص الاختلاط قدر الإمكان. إذا تعاون المواطنون معنا سيتم السيطرة على عدد الإصابات وتقليصها وخفض نسب الوفيات مع نهاية شهر آذار مارس. السلطات المحلية في إقليم فالنسيا الإسباني اتخذت قرار إرجاء الاحتفال الشهير لاس فاياس، أحد أهم وأشهر المهرجانات العالمية، بسبب المخاوف من كورونا. من فالنسيا شادي مهدي والتفاصيل. هذا هو مهرجان لاس فاياس في فالنسيا. تعود الاحتفالات بحسب الرواية الشعبية إلى القرن السابع عشر ميلاديا، وقد نشأ هذا العيد في المدينة الإسبانية تكريما للقديس يوسف النجار أو سان خوسيه المتعارف عليه محليا، وهو راعي مهنة النجارة. كانوا يبدأون برمي بعض الأغراض على الطرقات كأثاث قديم لا يعرفون أين يمكن وضعه، لذلك يضرمون النار في الشارع. مهرجانات لاس فاياس أو عيد النار بالعربية له صيت ذائع، ويشتهر بتزيين مجسمات قابلة للاشتعال بمختلف الألوان والأشكال. البعض يصل به الأمر إلى صناعة دمى ترتفع نحو 15 مترا، أما السيدات فيلبسن زيا تقليديا. لكن هذا العام مع انتشار فيروس كورونا في هذه المدينة تغير المخطط كليا. بقيت المجسمات من دون الانتهاء من تزيينها، إحباط شعبي عارم، ومن المؤكد خسارة اقتصادية هائلة تصل إلى 500 مليون يورو بحسب الصحافة المحلية. على المستوى الاقتصادي له تأثير هائل، والنتيجة كارثية عامة. كذلك الحال بالنسبة للسياحة من فنادق ومطاعم ومحال تجارية متواضعة. مهرجان لاس فاياس في فالنسيا لم يتوقف عبر التاريخ سوى في ثلاث مناسبات منذ عام 1886، المرة الأولى بسبب الحرب الكوبية، الثانية بسبب الحرب الأهلية في إسبانيا، والثالثة بسبب الوضع الحالي. أعتقد أن إرجاء مهرجان لاس فاياس معضلة كبيرة، وهي تعود لأعوام عديدة في فالنسيا. المواطنون والسياح وكل من وصل إلى مدينة فالنسيا للمشاركة في هذا الحدث التقليدي كانوا ينتظرون المهرجان بسعادة بالغة، واليوم باتوا بانتظار موعد جديد، والأخبار المتناقلة تشير إلى انتقاله لبداية الصيف وتحديدا في حزيران يونيو المقبل. على مر العصور مرت البشرية بكوارث عديدة، منها الأوبئة وآخرها فيروس كورونا، ومع التطور العلمي والتكنولوجي تزداد فرص مكافحة الأوبئة والسيطرة عليها. تقرير علي الأحمر. في كل مراحل التاريخ مرت البشرية بكوارث سببتها أوبئة كانت كالكوابيس تطارد الحضارات البشرية وتترك آثارا كارثية تفوق نتائج الحروب فتكا بالبشر. فيروس كورونا الذي يرعب العالم اليوم ليس أسوأ الأوبئة، ولكنه نموذج عن الأوبئة التي أحدثت هزات عنيفة بالحياة الاجتماعية في فترات مختلفة من التاريخ.
فمن الموت الأسود أي الطاعون والجدر والإنفلونزا الإسبانية والكوليرا إلى الإيبولا والسارس وغيرها الكثير. ظهرت هذه الأوبئة كقاتل متسلسل خلفت وراءها عددا كبيرا من الضحايا، ولفترة طويلة أدى نقص البحث العلمي وتدابير الصحة العامة الضعيفة أو الخاطئة إلى الحد من قدرة المجتمعات على التعامل مع تفشي الأوبئة. الموت الأسود كان أحد أسوأ الأوبئة. اجتاح أوروبا في القرن الرابع عشر وأدى إلى مقتل نحو 30 مليون إنسان في القارة، فيما ترك أثره الاقتصادي والاجتماعي على أوروبا كلها. لم يكن هناك طريقة محددة في معالجته، فالأطباء افترضوا خطأ أن سببه هو الهواء الضار، فكانت النتيجة الموت والفوضى على نطاق واسع قبل أن يتم إيجاد العلاج الفعلي مع بدايات القرن العشرين. الخطأ في العلاج ارتكب مرة أخرى خلال تفشي وباء الكوليرا في المملكة المتحدة عام 1854، حين أصرت السلطات خطأ على أن انتشار المرض كان عن طريق الهواء وليس عن طريق المياه، ما أدى إلى ازدياد أعداد الضحايا قبل أن يكتشف العالم روبرت كوخ جرثومة الكوليرا. لكن مع تطور العلم والتكنولوجيا تزداد فرص القدرة على مكافحة الأوبئة، الأمر الذي يخفف من الخوف من المجهول ويعطي الأمل بالسيطرة على فيروس كورونا المستجد. رفضت قوة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن تسليم مطار عدن لقوة محلية دربتها السعودية. قوة المجلس حشدت مقاتليها وآلياتها داخل المطار وفي محيطه، كما انتشر المقاتلون في منطقة خور مكثر شمال شرق عدن لمواجهة أي محاولة من القوات المدعومة سعوديا للسيطرة عليه. أعلنت تركيا التوقيع على اتفاق مع روسيا بشأن تفاصيل وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية. وقال وزير الدفاع التركي خلوسي أكار عقب انتهاء المحادثات مع الوفد العسكري الروسي في أنقرة إن أولى الخطوات بموجب الاتفاق هي تنظيم دورية مشتركة على طريق أنفور بتاريخ 15 من الشهر الجاري. وأضاف أن الاتفاق يقضي بإنشاء مراكز تنسيق مشتركة مع روسيا لتتم من خلالها مراقبة وقف إطلاق النار. الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية محمد الجفا أكد أن تركيا سحبت كل معداتها الثقيلة من محيط طريق أنفور، مشيرا إلى أن الإجراءات على الأرض تؤشر إلى حسن نيات بخلاف التصريحات التركية المعلنة. أن القوات التركية سحبت المعدات الثقيلة وبقيت نقاط مراقبة حتى تم سحب مقابلة بعض المعدات الثقيلة للجانب الروسي التي شاركت بالعمليات العسكرية. إذا حقيقة أن هناك يعني نوايا طيبة من كل الأطراف لتطبيق هذا الاتفاق، أعتقد أن باقي النقاط التي استحدثت 32 نقطة استحدثت بعد بدء العمليات العسكرية و12 نقطة في مسرح العمليات لا زالت موجودة. أنا يعني من ابتداء من مورك هذه النقاط أنا اليوم رأيتها وهي موجودة وتمارس عملها لكن لا تحوي معدات عسكرية ثقيلة. مالك طفل مقدسي فقد طفولته بعد فقدانه عينه من جراء إصابته برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلية التي تحاول التملص من جريمتها. هناء محميد. نحو شهر مضى منذ أصابته الرصاصة، لكن الحياة لن تمضي بعد الآن بوتيرتها الطفولية نفسها. فمالك فقد ألوان العالم وصورته الكاملة. أي إشي بزعله، أي إشي من يومها لليوم كثير أشياء بتضايقه، أشياء يعني أي تحكي معه بس كلمة صغيرة بصير عيط. مثلا بالليل بالساعة 3 الصبح بقومني جوعان، أقوم أنا بروح بعمل له أكل، بطلب مني حليب وبسكوت، فبصير يعيط. بحكي له انت ليش بتعيط عشان الاكل؟ بحكي لي لا انا بدي عيني، بدي زي ما اخذوا عيني رجعوا لي عيني. انا نعتذر عن هذا الخلل الفني. على اثر اعلان الحكومه التونسيه السابقه عن دخول حقل جديد للغاز حيز الانتاج، كشف نواب تونسيون عن وجود صعوبات تقنيه وشبهات فساد تحول دون بدء الانتاج الفعلي، وهو ما يهدد بتفاقم العجز الطاقي وبتأثيراته السلبية على الميزان التجاري في تونس.
مراد الدلنسي. حقل نوارة أو كنز تونس الجديد كما سماه خبراء واقتصاديون. أعلن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد عن دخوله حيز الإنتاج منذ نحو الشهر. حقل جديد للغاز يعد أكبر مشروع في تونس بقيمة استثمارية تقارب 1.5 مليار دولار. بطاقة إنتاجية كبيرة تناهز 3 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، ما يمثل 50% من الإنتاج التونسي للغاز. حقل نوارة سيخفض من العجز الطاقي بنسبة 20%، ما يخفف العجز التجاري بنسبة 7%، وهذا سيوفر نقطة نمو لتونس. أرقام بعثت الأمل لدى التونسيين بإمكانية المساعدة على تجاوز الأزمة الاقتصادية قبل أن يفجر نواب تونسيون قنبلة عند حديثهم عن صعوبات تحول دون بدء الإنتاج، إضافة إلى شبهات فساد. الأيام المقبلة ستشهد جلسة برلمانية يجري خلالها الاستماع لوزير الطاقة لتكذيب أو تأكيد هذه الاتهامات. ففي صورة ثبوت وجود صعوبات تعطل هذا المشروع، فإن كل الفرضيات الاقتصادية الموضوعة في ميزانية البلاد ستسقط في الماء. في نسبة النمو لسنة 2020 في قانون المالية اللي هي محددة ب 2.7% وسيتم مراجعتها في إطار قانون المالية تكميلة، قالوا أنه حقل نوارة المساهمة متاعه في نسبة النمو بتكون 7%، وهذا معناها رقم مرتفع، ولا أعتقد أنه باش يساهم بالنسبة هذه المرتفعة. انهيار أسعار النفط عالميا يمكن أن يخفف من الأعباء على الموازنة في بلد يستورد نصف حاجياته من المحروقات، امتياز قد لا تستفيد منه تونس في حال تأخر دخول حقل نوارة للغاز حيز الاستغلال، بما يؤجل تعديل عجز الميزان الطاقي للبلاد. بعد استبشارية التونسيين بدخول حقل جديد للغاز حيز الإنتاج، بدأ الحديث عن صعوبات تقنية وشبهات فساد مالي في هذا الحقل، وهو ما قد يحرم تونس من أموال إضافية كانت تعول عليها لسد العجز المتواصل في الميزانية. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. تذكير بالعناوين. قصف مدفعي عند الحدود العراقية السورية غداة عدوان أمريكي وتجدد الدعوات إلى إخراج القوات الأمريكية من البلاد. ترامب يعلن حالة الطوارئ القومية لمواجهة فيروس كورونا. هذه حرب، اتبعوا حالك بحال حرب. السيد نصر الله يدعو اللبنانيين إلى الالتزام الكامل بالتدابير لمواجهة كورونا ويؤكد الدور الأساسي للمصارف في دعم القطاع الصحي. منظمة الصحة العالمية تعلن أوروبا بؤرة جديدة للوباء وتشيد باستراتيجيات إيران للسيطرة عليه. قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تحشد في مطار عدن رفضا لتسليمه إلى القوات الموالية للسعودية. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الانترنت الميادين.net، ولمتابعينا باللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.